وللقاء المزيد من الأضواء والحديث أكثر عن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية، معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة النائب علي إسحاقي عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع. سعادة النائب، هل لك أن تحدثنا عن أبرز النقاط التي تم الحديث حولها خلال اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية المنعقد لأول مرة عن بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة. طبعا شارك الوفد الشعب البرلمانية برئاسة معالي الرئيسة رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبد الله زينب في الاجتماع 13 للرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي وعن بعد. طبعا أهم النقاط اليوم تم التطرق لها، طبعا في بداية الاجتماع تم عرض كلمات لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وأهم ما يأتي في كلماتهم خلال تقديم الشكر لسلطنة عمان على ما قامت فيه من دور فعال خلال ترأس الدور الثاني عشر، كما تمنوا التوفيق والنجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مهامها في ترأس الدور القادم اللي هو الدور الثالث عشر أو الحالي. من ثم تم عرض موضوعات مطروحة على جدول الأعمال وهي كالآتي: بداية تم اعتماد التقرير السنوي الذي تقدم فيه معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني رئيس الاجتماع الدوري. بعد ذلك مناقشة المذكرة العامة المقدمة إلى الاجتماع الدور الثالث عشر بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وتم اعتماد التوصيات المقدمة بذلك الشأن. والتوصيات كانت على النحو التالي: تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة، والشغل الثاني الموافقة على قيام المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجلس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. بعد ذلك تم طرح مقترحات مجلس الدول الأعضاء المشتركة، واقترحت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في اجتماعها الثاني عشر المواضيع التالية، وعرضها على الرؤساء واختيار أحد المواضيع المطروحة لتكون الموضوع الذي بيتم العمل عليه في سنة 2020. والمواضيع كانت هي ثلاث مواضيع: الموضوع الأول السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لما بعد كوفيد-19، الموضوع الثاني وضع استراتيجية خليجية للاهتمام بقضايا الشباب، الموضوع الثالث والأخير التركيبة السكانية لدول الخليج العربي الواقع والمأمول. وتم التوافق بين جميع الرؤساء بيكون الموضوع الخليجي المشارك لعام 2020 بالدمج المشروع الأول هو سياسات مشتركة لدول مجلس التعاون لما بعد كوفيد-19، والموضوع الثالث هي التركيبة السكانية لدول الخليج العربي الواقع والمأمول. فتم التوافق على هذا الدمج، وهذا اعتقد اهم ما تم طرحه في اجتماع اليوم لرؤساء المجلس التشريعي بدول مجلس التعاون الخليجي. نعم، اذا سعادة النائب علي إسحاقي عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك بالاجتماع، شكرا جزيلا لك.